بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في تفويض الله سبحانه وتعالى الدين لرسوله محمد صلى الله عليه واله. وقد قرأنا في الحلقة الماضية شطرا من الحديث الرابع من باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة في أمر الدين. ومن ضمن هذا الحديث الشريف: وإن رسول الله صلى الله عليه واله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتادب باداب الله، ثم ان الله عز وجل فرض الصلاه ركعتين ركعتين عشر ركعات، فاضاف رسول الله صلى الله عليه واله الى الركعتين ركعتين والى المغرب ركعه فصارت عديل الفريضه لا يجوز تركهن الا في سفر وافرد الركعه في المغرب فتركها قائمه في السفر والحضر فاجاز الله عز وجل له ذلك كله فصارت الفريضه سبع عشره ركعه ثم سن رسول الله صلى الله عليه واله النوافل اربعا وثلاثين ركعه مثلي الفريضه فاجاز الله عز وجل له ذلك والفريضه والنافله احدى وخمسون ركعه منها ركعتان بعد العتمه جالسا تعد بركعه مكان الوتر في هذا المقطع من هذا الحديث الشريف يبين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مثالًا لتفويض أمر الدين إلى الرسول صلى الله عليه واله، وفي مقاطع أخرى من هذا الحديث ستأتي يبين أمثلة أخرى، قد ذكرنا في الحلقات الماضية أن الله سبحانه وتعالى أدب الرسول بآدابه، فعصمه وأيده وسدده وعلمه ثم فوض إليه الدين، لماذا؟ لبيان منزلة الرسول صلى الله عليه وآله، فبدلاً من أن يصدر الله سبحانه وتعالى بعض الأحكام علم الرسول صلى الله عليه واله وعصمه فالرسول يصدر تلك الاحكام وهي باذن من الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا مثالا لذلك الوكيل المفوض انت تعلم انسانا تعليما كاملا وتؤدبه ادبا كاملا وتثق به ثقه كامله ثم بعد ذلك تفوض له ان يصدر نيابه عنك القرارات وانت تمضي قراراته وتقول ان قراراته هي قراراتي وهذا امر عقلائي ومقبول والله سبحانه وتعالى بيانا لمنزله الرسول صلى الله عليه واله جعل له هذه الرتبه من الامثله بالنسبه الى الصلاه في بعض الاحاديث المعتبره ان الله سبحانه وتعالى لما عرج برسوله الى السماء هناك الله سبحانه وتعالى امر الرسول ب ركعة. 100 ركعة. والرسول صلى الله عليه واله لا يقترح على الله شيئا. في ذلك الحديث هكذا. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أمر الرسول بشيء، الرسول لا يراجع. خلاص ما دام الله سبحانه وتعالى قال انتهى الأمر. فالرسول في المعراج لقيه موسى علي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وقال له إن أمتك لا يطيقون مئة ركعة في كل يوم هسه هي الآن 17 ركعة وكثير من الناس يتركون هذه الصلاة مع أنها لا تستغرق إلا ربع ساعة مثلا وفي أوقات متفرقة لذا يريد يصلي صلاة الصبح ركعتين دقيقتين مثلا صلاة الظهر أربع ركعات أربع دقائق كثير من الناس هكذا زين فموسى عليه الصلاة والسلام قال لرسول الله محمد إن أمتك لا يطيقون فاذهب وارجع واطلب من الله سبحانه وتعالى التقليل زين هنا الوضع اختلف موسى شفع لأمة محمد صلى الله عليه وآله في تسهيل الأمر عليهم فلأن موسى شفع النبي محمد صلى الله عليه وآله نقل كلام موسى إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى نزل الصلاة من مئة ركعة إلى عشرة ركعات في أوقات خمسة بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لأنه أدب النبي بآدابه، وفوض إليه الدين، الرسول علم أن المصلحة في زيادة الصلاة قليلا، فلذلك أضاف إلى الظهر، وإلى العصر، وإلى العشاء، لكل واحدة من هاتين من هاتي من هذه الصلوات أضاف إليها ركعتين، وأضاف للمغرب ركعة واحدة، يعني الرسول صلى الله عليه وآله أضاف سبع ركعات إلى الفريضة، فلذا عشر ركعات هي فريضة من الله سبحانه وتعالى، وسبع ركعات هي سنة الرسول التي أمضاها الله سبحانه وتعالى فصارت الصلاة سبعة عشرة ركعة لماذا الرسول أضاف ركعتين 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 وركعة لأن الله سبحانه وتعالى كان يريد ذلك فعلم الرسول فالرسول هو الذي صدر الحكم بدل من أن يصدر هذا الحكم الله سبحانه وتعالى بإذن من الله سبحانه وتعالى صدر هذا الحكم. بالنسبة للمغرب الناس في شغل فأضاف ركعة واحدة. بالنسبة إلى صلاة الصبح الناس يريدون ينطلقون إلى أعمالهم فلم يضف شيئا. لكن لأن هذه الركعات هي من سنة الرسول صلى الله عليه وآله أجاز بل أوجب الرسول صلى الله عليه وآله بامر من الله سبحانه وتعالى القصر ان تقصروا من الصلاه بمعنى ان صلاه الظهر والعصر والعشاء في السفر هذه الركعات الست الذي اضافها الرسول صلى الله عليه واله باذن من الله سبحانه وتعالى في السفر تسقط اما بالنسبه الى الركعه التي اضيفت للمغرب فلا تسقط لا في سفر ولا في حضر إذن فريضة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله صارت الصلاة 17 ركعة بعد ذلك في كثير من الأحيان الناس يسهون في صلاتهم يصير خلل في الصلاه فهذه الصلاه نصفها تكون صحيحه مقبوله تلك الصلاه ثلثها تلك الصلاه ثلثيها بحسب اختلاف سهو الناس احيانا الانسان يصلي فكره في غير مكان مثلا احيانا الانسان ينسى ركعه احيانا الانسان ينسى فعلا وهكذا يحدث كثير في الصلاه وهو غير ملتفت يعني تارة الإنسان يلتفت إلى الخلل زين أكو أحكام مذكورة في الرسائل العملية وأحيانا لا يلتفت إلى الخلل يعني هو صلاة الظهر مصليها ثلاث ركعات مثلا وهو غافل حتى ما شك شاك أنه صلى ثلاثة لو ركعة لو أربعة هنا أكو أحكام الشكيات مثلا يبني على الأربع في هذه المسألة و يضيف ركعه احتياط حتى اذا الصلاه كانت ثلاثه هاي ركعه الاحتياط تكمل لكن كثير من الاحيان الانسان لا يلتفت فهذه الصلاه تكون ناقصه الله سبحانه وتعالى فوض للرسول تشريع حكم لرفع هذا الخلل في الصلاه ذلك الحكم شنو كان هو تشريع النوافل ولكن النوافل المستحبه هي من سنه الرسول لكن السنه المستحبه مو السنه الواجبه انما جعلت مستحبه حتى لا يكون هناك ضغط على المؤمنين وانما شرعت حتى تكمل الخلل اللي موجود في الصلاه يعني مثلا صلاه الصبح ركعتان ونافلتها ركعتان هسه إذا في صلاة الصبح الإنسان في صلاة صار خلل ركعة النافلة تكمل ذلك الخلل فالصلاة حينما ترفع إليه يصعد الكلب الطيب والعمل الصالح يرفعه حينما هذه الصلاة تصعد تصعد كاملة حتى يثاب عليها ثوابا كاملا هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. انت هسه صليت، صلاتك بها خلل، ثوابها تكون أقل. الله سبحانه وتعالى يريد يكمل لك هذا الثواب. فجعل النافلة، لكن في الوقت نفسه ما يريد يصعب عليك تكون في عسر. لذلك جعلها مستحبة. الشريعة الإسلامية شريعة سهلة سمحاء. وعثت بالشريعة السهلة السمحاء. أما أنها سهلة فلأن أكثر الأشياء جائزة الواجبات والمحرمات إذا قيست بالمباحات تكون قليلة جدا لذا الأصل رفع ما لا يعلمون الأصل البراءة الأصل الإباحة الواجبات قليلة المحرمات قليلة ولم تكن المحرمات محرمة إلا لأن فيها الضرر على الإنسان ولم تكن الواجبات واجبة إلا لأن فيها مصلحة مُلزمة للإنسان، وهذا لا ينافي السهولة واليسر. إحنا الآن في حياتنا اليومية مثلاً نمتنع عن بعض الأمور، لماذا؟ لأن نشوف فيها ضرر علينا، ونلتزم بعض الأمور، لماذا؟ لأن نشوف فيها مصلحة مُلزمة إلنا. بحيث لو تركناها نشوف أنه وقعنا في مشاكل. وهكذا واقع الحياة. الإنسان في تنظيم حياته يحتاج إلى أن يلتزم ببعض الأمور وأن يترك بعض الأمور، لكن عامة الأمور 99% من الأمور هي من المباحات، وإذا فيها مصلحة ولكن ليست تلك المصلحة اللي تكون ملزمة، تكون مستحبة. يقال لك أنت إذا التزمت بها تحصل ثواب. لكن إذا ما تريد تلتزم بها لا بأس. وبعض الامور فيها حزازه، فيها مثلا منقصه، لكن ليست بمقدار المفسده الملزمه. يقال لك ان هذه الامور مكروهه. الافضل ان تتركها، لكن اذا ارتكبتها لا تعاقب على ذلك. فالشريعه سهله سمحه. حتى الصلاه اللي ذكرناها الصلاه واجب باليوم كم ركعه؟ عشر ركعه، يعني ربع ساعه. وليس في وقت واحد ربع ساعه. الصبح ركعتين يعني الظهر ركعت اربع ركعات العصر اربع ركعات ويجوز الجمع بينهما المغرب ثلاث ركعات العشاء اربع ركعات يعني في اوقات متفرقه سهله جدا لكن اذا واحد بعد يستصعب ان يعمل بهذا الامر السهل فهذا المشكله فيه وليست المشكله في الشريعه فهذه النوافل سنه ضعفي الفريضة الفريضة 17 ركعة النوافل 34 ركعة وهذه النوافل لتكميل الخلل في الفرائض وحتى إذا الفريضة ما بها خلل يكون زيادة نور على نور لأن هي النافلة كلمة النافلة من النافل النافل يعني الزيادة زين الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الصلوات وتر يعني ليست زوج وإنما فرد لذلك الفرادس 17 ركعة النوافل أربعة وثلاثين ركعة حتى المجموع إيش قد يصير يصير واحد وخمسين ركعة وهنا أكفت كلام بالنسبة إلى صلاة الوتيرة لأنه بعد صلاة العشاء نافلة العشاء هي ركعتان من جلوس تعد بركعة واحدة لماذا هكذا تعد بركعة واحدة حتى الصلاة تكون فرد والامام عليه الصلاة والسلام يبين هنا وفي كتاب الصلاة اكو احاديث بيان بدلية الوتيرة عن الوتر الوتر اخر ركعة بعد صلاة الليل لأن الإنسان عندما يصلي صلاة الليل، صلاة الليل ثمان ركعات، بعدها ركعتان تسمى الشفع، وبعدها ركعة تسمى الوتر. فالإنسان عندما يخلد إلى النوم لعله يموت، يأتيه ملك الموت في نومه. فالله سبحانه وتعالى جعل الوتيرة اللي هي نافلة العشاء. ركعتان من جلوس تعد بركعة واحدة بدلا عن الوتر اللي اخر ركعة بعد صلاة الليل، حتى اذا مات يكون مصلي هذا الوتر لان هاي الوتيرة بدلا من ذلك الوتر، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى على العباد، يعني هذا اذا مات لا يكون ميت بدون صلاة ليل، اقل ان يكون اخير ركعة من صلاة الليل اللي هي الوتر. مصلي صلاة بدلاً عنها اللي هي الوتيرة ركعتان من جلوس بعد صلاة العشاء، فإذاً حاصل هذا الكلام مثال في أن الله سبحانه وتعالى فرض عشر ركعات والرسول صلى الله عليه واله بتفويض من الله أضاف السبع ركعات سنة واجبة وأضاف أربع وثلاثين ركعة نافلة مستحبة لتكميل الخلل في الصلوات زين. هذا المثال الأول المثال الثاني الذي يذكره الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصوم الله سبحانه وتعالى فرض صوم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا انت حاضر مو مسافر ولست مريضا شهدت الشهر فعليك ان تصوم هذا فريضه من الله سبحانه وتعالى ولكن فوض الى الرسول صلى الله عليه واله ان يسن صيام اخر ايضا فالرسول سن صيام شهر شعبان لكن سنه مستحبه ثم اراد ان يكون الصوم المستحب ضعفي الصوم الواجب بقت عشره اشهر شهر رمضان الله فرض صيامه شهر شعبان سنه الرسول المستحبه صيامه وهذا شهر نبيك سيد رسلك رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمه والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وايامه، زين شهر رمضان الله سبحانه وتعالى فرضه هذا شهر رمضان وشهر شعبان فريضة سنه الرسول المستحبه السنة أراد الرسول أن تكون ضعفي الفريضة فسن في كل شهر من العشرة أشهر الباقية من شوال إلى رجب الصيام ثلاثة أيام عشرة أشهر كل شهر تصوم ثلاثة أيام يصير ثلاثين يوم وثلاثين يوم من شعبان صار ضعفي الفريضة التي هي شهر رمضان فاجاز الله عز وجل له ذلك لانه هو الله مطي هذه الصلاحيه اصطفاه عصمه علمه اذن له اعطاه الصلاحيه فالرسول صدر هذا الحكم والله سبحانه وتعالى امضى ذلك الحكم وفرض الله في السنه صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله صلى الله عليه واله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر من الأشهر المتبقية مثلي الفريضة، ضعف الفريضة. فأجاز الله عز وجل له ذلك. زين هذان مثالان في الفريضة في الواجبات. ثم بعد ذلك الإمام الصادق يذكر مثال في المحرمات. الله سبحانه وتعالى علم بأن الخمر وكل مسكر فيه ضرر، هسه غير الاضرار اللي جسم الانسان يصاب بها من جراء المسكرات، الاهم من ذلك زوال العقل، الانسان شنو فرقه عن سائر الحيوانات؟ الحيوانات فرقها عن الانسان في اي شيء. الفرق الاساسي في العقل. الحيوانات لا عقل لها والانسان له العقل. فالعقل هو الذي ميز الانسان عن سائر الحيوانات، والا في التركيبه الجسديه الانسان وكثير من الحيوانات تركيبتهم متقاربه. القرود والخنازير والكلاب والقطط والفأرة وصار الحيوانات اللي لها عظام ولحم وأعضاء كالقلب والرئة وكذا إذا تشوف عندها مخ عندها عين عندها أذن وهكذا تسمع ترى التركيبة تشبه تركيبة الإنسان لكن الإنسان ميز بالعقل فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا العقل هو الذي يكون طريق عباده الانسان لله سبحانه وتعالى ويستحق به الجنه والخلود فيها الخمر تزيل العقل اي ضرر اكبر من ان الانسان يتسافل من مرتبه الانسانيه الى مرتبه الحيوانيه بل اسوا من الحيوان فلذلك الله سبحانه وتعالى حرّم الخمره. زين هذا المسكر الله سبحانه وتعالى يريد يحرّم المسكرات ولكن مع بيان منزله للرسول صلى الله عليه واله. فالله سبحانه وتعالى حرّم الخمره. الخمر شنو هو؟ هو المسكر المتخذ من العنب. ثم فوض الى الرسول صلى الله عليه واله تحريم كل مسكر، اي مسكر حرام، لان الله حرمه، لكن الخمر الله فرض تحريمه المتخذ من العنب، وفوض الى الرسول تحريم كل مسكر اخر، سواء المتخذ من العنب اللي هو الخمر. أو المتخذ من التمر الذي هو الفضيخ أو المتخذ من سار الفواكه كل خمرة متخذة من فاكهة لها اسم معين أو الذي عن طريق النبذ صار خمر لأن الخمر قد يكون عن طريق العصر وقد يكون عن طريق إلقاء الفواكه في الماء إلى أن تتخمر وهذا يسمى النبيذ والنبيذ انواع هذه كلها محرمه لان الرسول بتعليم من الله سبحانه وتعالى سن تحريمها وحرم الله عز وجل الخمر بعينها انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه في آية أخرى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وحرّم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكرة من كل شراب فأجاز الله له ذلك هذا بالنسبة إلى الأحكام الإلزامية مثالان لل واجبات بالصلاة والصوم. ومثال في المحرمات اللي هو المسكرات. بعد ذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين مطلباً آخر وهي أن هناك بعض الأشياء عافها رسول الله صلى الله عليه واله، يعني كرهها. لكن كراهة لا بحد الحرمة. لأن الكراهة أيضاً حكم من الأحكام الشرعية، لكن ليست بحد الحرمة. والله سبحانه وتعالى أمضى هذه السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وعاف رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء وكرهها ولم ينهى عنها نهي حرام إنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة نهي كراهة نهي أن هذه الأمور مثلا ليست مناسبة إذا تتركها أفضل ثم رخص فيها، هسه اذا تريد ترتكبها ارتكبها مو مشكله، لكن الافضل ان لا ترتكبها. فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما ياخذون بنهيه وعزائمه. يصير واحد يجي يقول هذه المكروهات ليست بمكروهه. ما يصير تغيير حكم الله سبحانه وتعالى، الرسول سنه والله امضاه صار حكم الله. يصير المكروه ايضا حكم من الاحكام، لان احنا عندنا الاحكام الخمسه الواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات والمباحات. واحد يصير المكروه يقول ليس بمكروه هذا افتراء على الله. يصير المستحب يقول مكروه هذا افتراء على الله. المباح يقول هذا واجب او مستحب او حرام او مكروه هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد يعني تسلم بهذا الحكم أنت تقدر تتركه مو مشكلة المستحب تقدر تفعله المكروه مو مشكلة لكن تسلم قلبا أن الحكم هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أكو بعض الناس أحيانا ما يعجب حكم من الأحكام ينكره بقلبه مستحب هو يعني حتى لو يتركه مو مشكلة أو مكروه حتى إذا يفعله مو مشكلة أو مباح هو مخير بين الفعل والترك لكن ما يعجب هذا الحكم لأنه ما يعجب هذا الحكم ينكره زين فإذا أنكر هذا إنكار لحكم الرسول ولحكم الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجره بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اذا في نفسه ما يصرح وجد حرج هذا مو مؤمن ايمانا كاملا فكيف اذا جاهر بذلك صار مفتري على الله وعلى الرسول او معترض على الله وعلى الرسول صلى الله عليه واله فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما ياخذون بنهيه وعزائمه، وللحديث تتمة نتركه إلى حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين